انا ربي يشافينا ويعافينا من هذا المرض الوباء هذا ان شاء الله، الله يجعلنا ان شاء الله. الانسان لازم يحفظ روحه، الوقايه هي الصح. الانسان لازم ينظف روحه مهما كان في اي مكان، مش غير في المستشفى ولا في دار ولا في الشارع في الركو في اي مكان. عايشين نورمال وما على بالنا بوالو، الحقيقه ما رانا دايرين حسابها كاع. نصلي وندعي. الانسان ها ديجا ها الحق او ياذن هذا ما كان. الله يشافينا ويشافي محمد هذا، واش نقول بنت.